موضوع أهمية الجيمز بزمن الكورونا حكت فيه منظمة الصحة العالمية من قبل مثل ما خبرناكم، وشجعت الناس إنه يلعبوها، والمملكة العربية السعودية من أوائل الدول اللي أخذت الموضوع بشكل رسمي لتشجع مواطنيها والمقيمين فيها إنه يبقوا بالبيوت. وحاليا السعودية وعبر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عم بتنظم بطولة لاعبون بلا حدود ضمن مبادرة خيرية عالمية تستمر ل 7 يونيو Gamers Without Borders. في أكثر من 10 مليون دولار تبرعات وأكثر من 2 مليون دولار جوائز قيمة للفائزين بالألعاب اللي راح تقام طوال الوقت أونلاين، طبعا ضمن منافسات فردية أو ثنائية أو جماعية. وكمان بطولة لاعبون بلا حدود لها أهداف كثيرة، وأهمها تعزيز دور المملكة كدولة رائدة في مجال الرياضات والإلكترونية، طبعا خاصة أن القطاع ده بيعتبر قطاع واعد جدا وركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة. ده غير طبعا تعزيز مكانتها بين الدول اللي استجابت بسرعة كبيرة جدا وبطريقة عملية في التصدي لفيروس كوفيد-19 بأسلوب كان مبتكر، وده كان من خلال ألعاب الإلكترونية. تعرفوا يمكن الشيء الحلو في يعني هذه البطولة أنها بتختلف عن البطولات الحالية اللي موجودة في هذا المجال، لأنها بتدعم يعني قضية إنسانية العالم كله قاعد يعني بيواجهها ومجتمع عشان يحاربها. فحلو أنه نشوف أنه مثل هذه الفعالية بتساهم بالتبرع ل 12 جمعية خيرية عالمية، وطبعا يعني نشوف أنه أهدافها لهذه الألعاب الإلكترونية تكون مرتبطة بهدف أسمى من الأشياء اللي بنشوفها دائما في مجال الألعاب الإلكترونية. وطبعا لكل اللي حابين يعرفوا تفاصيل أكثر عن هالبطولة وكيفية التسجيل فيها، خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. تستمر منافسات بطولة لاعبون بلا حدود من السعودية في جذب عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم لتاريخ 7 يونيو، واللي بيشارك فيها الآلاف من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم. ألف مبروك الفائز الجيمر الأول. بطولة Gamers Without Borders بينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بهدف توحيد جهود مجتمع الرياضة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بمجموع جوائز تصل إلى 10 ملايين دولار رح يعود ريعها كاملا لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. وهالمبادرة رح توحد الجيمرز المحترفين حول العالم لفعل الخير، وبتحرص على اكتشاف لاعبين جدد متميزين في المملكة، كلهم رح يتنافسوا ب 14 لعبة مختلفة. الدول اللي في البطولات الآن بتواجهون ضد بعض، لكن سريانوا بالهاي جراوند معاها القلابر وما عليه خوف، كل اللي بيشيل هم الموت ذبح الاثنين، دب الاثنين سريانوا، لا اتركوا يروحوا. وانتوا ايضا يمكنكم التحدي لفعل الخير، ولكن هالمره من المنزل بطريقه كثير بسيطه من خلال التسجيل بالبطوله للعب او مشاهده المنافسات في بث حي ومباشر يوميا عبر زياره الموقع الالكتروني www.gamerswithoutborders.com. كما بامكانكم الاستفاده من مبادرات التعلم والتدريب اللي بتوفرها بطوله لاعبون بلا حدود في مجال الالعاب الالكترونيه. بالنسبة لهي المبادرة اللي عم بيحكوا عليها شيء كتير حلو عن جد، لأنه يعني عم تجمع تبرعات، شيء إنساني وحلو، شيء إنساني، وكمان الناس شو بدهم أكتر من هيك، إنه قاعدين عم بيلعبوا، قاعدين بالبيت محميين من كورونا وعم بيربحوا مصاري، فإنه حلوة. أنا بالنسبة لي إذا كانت في سبيل إني أتعلم ألعب جيم مشان مشروع خيري أو مبادرة خيرية ممكن أتعلم.